ايوه اضربوا بالعصا. ابي احلمه يمر من هذا الشارع، كل ما مريت اخذ ينبح بوجهي. هذا حيوان مؤذي، اضربه. ايوه زيد زيد شوف عليه. شوف لا احد يمر ويشوفنا بعدين ياخذه ويطلقوه. ما في احد، اضرب الظهري كسرت يده. شلون قاعد عليه وما قدر يقوم؟ خلاص الحين ما عاد يقدر يمشي ويجري ورانا ولا ينبح بوجوهنا. شوف يا حمد، شوف واحد جاي من اول الشارع. انحش انحش. هيا انحش. مسكين، مين عمل فيك كذا؟ اكيد حمد ورفيقه، اولاد ما عندهم شفقه. المسكين مكسوره يده. وش هذا تعذبون حيوان مسكين ما يقدر على الكلام؟ انتم ما عندكم شفقه ولا رحمه يا عيال. انا ماني بعذبه. اجل انت تلعب معه؟ ما يكفيك انك كاسر يده، انت تبي تربطه حتى يموت؟ اعوذ بالله. انا ابغى افكه واخلصه. هذا حرام يا ولدي، تعذب الحيوانات حرام. انت ما قريت عن هالكلام بالمدرسه؟ اجل وش انا اسوي؟ خله وروح مع اخوك او قدم له العون. هذا انا سلمك الله، ابي افكه واخذه عندي حتى اعالجه. انت جاد باللي تقول؟ يعني انت مو بنت اللي علقته؟ لا، هذول يا اولاد انا اعرفهم، ما يتركون كلب ولا قطو ولا عنز او بقرة تمر من الشارع الا ضربوها بالحجارة والعصي. ايه اجل اعتذر يا ولدي، حسبته انت. الحقيقة اني قسوت عليك بالكلام. حصل خير، بس ابي تساعدني استاذ حتى افكه. الدم يسيل من راسه ويده مكسورة. عندنا مكان بالحديقة، غرفة قديمة، ابي اخذ فيه وعالج فيها. لك الاجر والثواب يا ولدي، هذا الحقيقة عمل طيب، جزاك الله خير. ايوه هذا الحبل انفك. ما يذيني اذا اخذته، يعني ما ينابح ولا يعض. انت ما تشوفه وكانه فهم انك تساعده. شفت شلون يا ولدي، شفت شلون قام يلحس رجليك ويهزلك ذيله؟ هذه الحقيقه علامات الرضا والموافقه على ما تفعل. اجل اسحب واخذ. شكرا استاذ على مساعدتنا. لا شكرا لكم انتم على مساعده الحيوان المسكين، وانا بوصله معك الدار وبعدين اعود علشان اعلم العيال درس ما ينسونه ابد. شوف اخذ معهم الكلب. اي والله عرفتهم يا حمد. اي هذا رفيق اخوي، والله لا اروح اطقه واخذ منه الكلب. لا خليه ياخذه ويطعمه ويتعذب فيه، بعدين روح ناخذه مره ثانيه. لا طقه لا يموت. لا نفسي اروح واطق بسام هذا اللي اخذه، خليه يتعلم كيف يرفق بالحيوانات مره ثانيه. شوف هذا يا حمد، الرجال اللي راح مع خوينا رجع وشافنا يوم كنا نطق الكلب. ما اظن، بس خلينا نروح. ما انا رايح، وش راح يسوي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وش فيه الكلب المسكين اللي تو اخذوه من هنا؟ ها الكلب المسكين اللي طقوه بعض الاطفال المؤذين وكسروا يده وراسه. يا حرام، من ذول المؤذين؟ ذول أولاد ما يخافون الله يا أستاذ. طبعاً ما يخافون الله، والله بيعاقبهم وبيسخر لهم حيوان يعضهم أو يرفسهم. يرفس لحنا؟ يعني أنتم اللي عذبتوا الكلب؟ أبداً، حنا ما عذبناه ولا طقناه. يا ولدي، أنت ما دريت وش جزء اللي يضرب الحيوانات؟ أنا قايل لحمد أن تعذيب الحيوان حرام، بس ما سمع كلامي. يا عيالي، اسمعوا زين. من عذب ديكا نقرة، ومن عذب حصانا لبطة، ومن عذب هرا خدشة، ومن عذب كلبا عضة، ومن عذب كبشا نطحة، ومن عذب ثعبانا لدغة، ومن عذب حمارا رفسة. عجيب. بس وش اللي ضحتك الحين ها؟ مسكين حمد بيموت من العض. وانت بعد تبي تعض وتلطح. انا عمري ما عذبت حيوان. اتوب اتوب اتوب. ايه الحمد لله اللي اعترف بذنبه ونوى انه يتوب. عاد اسمعوا، اياكم انكم تعذبون الحيوانات. ترى من عذب هرا خمشه، ومن عذب ديكا نقره، ومن عذب حمارا رفسه، ومن عذب كبشا نطحه. Thank you.
فلفل.